ثم إن الأمير الفتى سيمر أمام بابنا، فكيف لي أن أعنى بعملي في هذا الصباح؟ علميني كيف أضفر شعري، أي ثوب أرتدي؟ أماه، لماذا تنظرين إلي في دهشة؟ أنا أعلم جيدا أنه لن يرشق بنظره نافذتي، وأعلم أنه سيغيب عن ناظري في طرفة عين، وأن زفرات نائه ستتناهى إلي منتحبة من بعيد، غير أن الأمير الفتى سيمر أمام بابنا، وسأزين بهذه اللحظة بأجمل ما عندي. أماه، لقد مر الأمير الفتى أمام بابنا وشمس الصباح تشع على مركبته، وحسرت خماري عن وجهي، ثم نزعت عقد الياقوت من عنقي ورميت به في طريقه. ما لما تنظرين إلي في دهشة؟ أنا أعلم جيدا أنه لم يلتقط عقدي، وأعلم أن عقدي قد تحطم تحت عجلات مركبته مخلفا بقعة حمراء على التراب. فلم يعلم أحد بالهدية التي قدمت ولا من آثرته بها، غير أن الأمير الفتى مر أمام بابنا ورميت في دربه بحلي صدري. بعدين بابا بعدين. أهلين أيمن، الغدا جاهز وعم نستناك. يلا ماما روحي تقفل صارت بديت. ماما إيه يا ليلى، ما شفناك كيف عملكت؟ إن شاء الله مثل العادة جاي دغري على النوم. طب تغدى بعدين بتفوت بتنام. من زمان زمان كثير كنت رجع قلق او تعبان او متوتر او حتى جوعان.
بقعد اقرا شعر. كنت ارتاح. بعدين حتى الشعر ما عاد يقدر يخفف من ضغط الالم. شو بدنا نساوي؟ صرت بعدين بسمع موسيقى. حس حالي عم انشحن باحاسيس حلوه واحاسيس غريبه. عم تحسسك انك انت انسان. من زمان كنا نحس بدفء عجيب. ما صرنا عم نقول من زمان. هلا حتى الموسيقى ما بقى بتقدر تهدي من ضغط القلق يلي حوالينا. شو اللي عم يصير؟ شو اللي عم يصير؟ كأنه عم نفقد شي حلو. شي من إحساسنا. أجمل ما فينا. ما علينا. اسمع هالقصة مهند. مرة من زمان شي حوالي 10 سنين. كنا قاعدين سهرانين عند واحد صديقي. كان في واحد قاعد بالسهريك ما بتذكر اسمه بس بتذكر شكله تمام لحد الآن. لا يمكن نساوي حياتي. كنت بشتري مسجلة جديدة حاسسها مثل العروس. معي كاسيتات عم بحكي للشباب عن الموسيقى. بتعرف الموسيقى قديش بتعمل للواحد؟ عالم يعني. طلع فيه هيك وقال لي بتعرف شو قال لي؟ قال لي انت اللي قاعد هنيك لسه عندك وقت تسمع موسيقى؟ بكره رح يجيك يوم يا اما بدك تبيعها يا اما ما رح تقدر تسمع بالمره. كرهته. احتقرته. حسيت بهديك اللحظة انه جاي على بالي امسكه هيك افتح الباب وكبه برا القعدة. بتعرف مهند من بين كل اللي قاعدين بالسهرة ما بتذكر غير وشه لحد الآن. لا يمكن انساه ابدا. احيانا بحس انه هيك جاي على بالي شوفه. لا جاي على بالي شوفه ولا شيء. خلاص راحت. مهند لما تسمعني ولا شردت لبعيد؟ أنا آسف. الظاهر شهيتي على الحكي مفتوحة. جاي على بالي أحكي. بتعرف أنت أنا أحيانا بسكت شهر شهرين. مرة سكتت 3 سنين ولا حكيت ولا كلمة. بقعد مع الشباب بس اسمع. أنت رح تصير طبيعة. بعدين بيجي على بالي أحكي. بيجي لعندك. ما في غيرك يا مسكين. بس قول أنت تعودت عم تتحمل ما؟ أنا بسمعك وبسمعك منيح كمان. بس ما لحكي لك الحكاية. هلا انت نازل على السوق لتشتري جاكيت جلد وراصد له بحدود 1500 ليره. بتنزل على هالمحلات بتدور بتشوف بتفتش هون وهون. المهم بتلاقي شيء قريب لطلبك. بتلبس هالجاكيت واقف قدام المرايه بتطلع عليك صاحب المحل من بعيد. بحس كانك متردد شوي. بقول لك اذا بتريد في عندي بضاعه ثانيه اذا حبيت ورجيك. بتقول له هات لنشوف. فبيروح هيك من على جنب بجيب لك جاكيت جلد طبيعي مفتخر. مدري شلون مفصل، مدري شلون مخيط، ماركة سينيل، مهم. فأنت بطلع بالجاكيت بتقول له عفوا بس شو سعره؟ بقول لك 50,000 ليرة ولحضرتك ومشان تصير من زبونات المحل، أنا بحسب لك إياها 45,000 بس. طبعا قلبك صار حقبق بدك تشتري الجاكيت بس الجاكيت بده مصاري. فبتطلع من المحل ما بتشتري لا هي ولا هي. ما عاد في جاكيت تبع الـ 1500 عبي عينك. وهداك تبع 45,000 إذا بتضل 45 سنة ما رح تقدر تشتري. بتروح على البيت بتضيف لك فنجان نعناع بتشرب وبتحط راسك وبتنام. أنا الشيء اللي كنت حابب أقول لك إياه إنه في كتير شغلات بنشوفها أو بنسمع فيها فبنشتهي نحصل عليها بنطمح. بس غالبا عم يكون طموحنا أكبر بكتير من اللي بين إيدينا. لذلك بنخسر الجاكيتين. وإذا بتضل متعلق بالجاكيت تبع 45,000 إيه ما في موسيقى بالدنيا تقدر تهدي غليانك. فريال؟ وين شراباتي؟ عندك دور عليهم. شراباتي الصوت فينه؟ عندك دور عليهم منيح بتلاقيهم هون بين الغرف. والكحلة والأسوان؟ شو بك يا مان؟ شو صار لك من الصبح؟ بدي شراباتي دخلت على الشغل. بدي شرابات. شو بك بابا؟ أهلين بابا. ولا شيء بابا ولا شيء. عم نغني كنا بصوت عالي. ليش فقتي؟ يلا يلا سلام بابا. يلا.
أنا آسف ويا. آسف كثير غصبا عني. ما رح تعملي لنا فطور؟ ريما اهلا اهلا سلامات اهلا وسهلا تفضلي ابو عادي قهوه 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 وسط ولا ريحه وسط وسط على عيني اهلا وسهلا تفضلي اهلا وسهلا بعد زمان زمان ايام الجامعه 5 سنين ما انت شو اخبارك صار عندك اولاد عندي بنتين امورات الله يخلي لك اياهم شيء ظريف يكون الواحد عنده بنتين ما هيك شيء بيسلي طبعا ظريف كثير انت شو اخبارك شو عملتي بعد التخرج مين عم تشوفي من الشباب والصبايا البعض مو الكل أنا ما في شيء عم دور على شغل من فترة شفت حمدي وهناء طبعا تزوجوا واستقروا بحمص صار عندهم ولد سموه غياث وحمدي قال لي إذا بتشوفي أيمن ممكن يساعدك من عيوني مبسوطة فريال عن قريب إن شاء الله رح تنحل كل أمورنا من فترة بعت لي أخي وقال لي إنه بعت لك مصاري مشان المشروع ما صدقت ما حبيت احكي لك بس امبارح اتصل فيه بالتليفون وقال لي حولت لك المبلغ وروح استلم المصاري من البنك من زمان في ريال من حوالي 10 سنين كنا راجعين انا واخي من سهره بالليل ماشيين اما نحكي نسترسل يعني احلام شباب كانت السما كلها نجوم رفض ياخذ تاكسي سالني وقال لي في ريال شبكي متضايق من شيء لا لا ابدا كمل عم بسمعك كمل ايوه سالني وقال لي انت شو عم تفكر بمستقبلك يعني شو ناوي تعمل لقدام قلت له عم بفكر اني اعمل دار نشر احلام اولاد يعني مو اولاد كنا سنه ثانيه طبعا بالجامعه بعدين انا بتذكر انه اخي كان حابب يسافر لقبرص خفت كثير لانه البيت كان بحاجته سافر قلت خلص ضاع بالسام يعني ما اختلفنا نجوم وسيارة وليل بس هلأ شو ناوي تعمل؟ فريال هذا سؤال بنسي شو بقى عم نحكي عم نسترسل يعني أحلام شباب بعدين طبعا لازم نسوي شيء إذا مو من شاني من شانه على الأقل شان أخي يلا أنا ماشي ساعة وبرجع ساعة واحدة وبكون عندك باي الله معك بهيك مشروع 400,000 ما بيعملوا شيء أبدا ممكن يعملوا بس ضمن ترتيبات بذهني هون شو ترتيبات ما ترتيبات انت عم تحكي هذول يا دوب يعملوا كتاب واحد شو داه النشر اللي بدك تطبع كتاب وتوزعه وتستنى لحتى ترجع مرابح وبعدين تبلش بكتاب ثاني مهند انت اللي بذهنك غير اللي بذهني انا حاليا ما عم فكر اعمل كتاب مهم بده وقت لبين ما اجيب تكاليفه نعمل اي شيء كتاب مثلا اسمه لك سيدتي فنون الطبخ الازهار والوانها بعدين الواحد بيعمل كتاب مهم قيم بلبي طموحه بدك رأي ونصيحة واحد يحبك حاول تلاقي لك شغلي غير هالشغلة في شيء معين يعني انت مو بدك تعلم الناس كيف تعمل باذنجان مقدوس انا برأيي تشتري الباذنجان وتحشيه وتتاجر فيه بتكون صادق مع نفسك ومع غيرك بعدين الكتاب اللي بدك تطبعه حضرتك بلاقي دار نشر غير دارك ما في شيء قيم بيموت يا أهلا وسهلا أهلا ليش ما عم نشوفكم يا شباب؟ الله الشباب يا بابا يعني تفضل شوف ريال ليش ما عم نشوفكم لك عمي؟ والله يا عمو بتعرف الأولاد وما تعبون بسيطة بدي ما تأخذني عمو عندي شوية شغل بالمطبخ خدي راحتك على إذنكم خدي راحتك حكت لي أمك إنه أخوك بعد مصاري الله يوفقك يا ايمن انت واخواتك انا شو بدي من هالدنيا الا تكونوا احسن الناس الله يسلمك يا ابي ونحن من ايدك هي لايدك هي تسلم يا ابني لو امك وافقت انه نبيع بيت البلد كنت اعطيتك تشتري شقه وباقي المصاري عملت مشروع اسنود الراتب ما عم لحي يا ايمن وانت بتعرف الاحوال لا يا ابي الله يخليك بيت البلد لا تبيعه كل سنتين ان شاء الله بيمشي مشروعي بزبط اموري بشتري بيت طيب ونحن وطلبات اخواتك وهي الشتويه دخلت علينا وبدها مصاريف ولو يا ابو ايمن نحن شو عم نسوي هون؟ شو طلباتك؟ تسلم يا ابني ما بعرف شو بدي اقول لك بس لولا الحاجه صدقني انا مدين 5000 ليره على فتوح المدارس ويا دوب كفوا وهلا ما بعرف وين بدي اروح انا ما بعرف شو بدي اقول لك يعني 15,000 ليره بكفوا
كتر خيرك يا ايمن، بكفوا لك ابني بكفوا. يا بي لو الظرف بيسمح انا كنت اعطيتك اكثر، بس الوضع صاير صعب شوي. كل سنتين ان شاء الله بيمشي حال المشروع، واللي بدك يا بيصير على اذنك. بدور بسجل لك يعني سيد ايمن؟ بس خلي لي الديكسيونير دي تياتر وليكول دي سبيكتاتور على جنب، ماشي؟ ايوه. واذا بلاقي مين بيشاركه عنده مشروع بيعمل بلاوي. طيب شو المشروع بتعرف؟ بده يشتري لوحات، هيك طالب منه ابن عمه ويبعتها بس. شو راس المال المطلوب؟ يعني شغلة 200,000 هيك شيء. انت واثق من الشخص ومشروع؟ ايه عم اقول لك صاحبي ورفيقي. اهلا اهلا ريم. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا اهلا وسهلا. ايه ايمن انت شو رايك؟ قل له لمهند مشان قصه اللوحه. انت وين ماشي؟ وين ماشي بكير لسه؟ تفضل اقعد ارتاح. بدي اقول لك شغله بس من شان صاحبك بنقعد نحكي، ممكن انا ادخل شريك معه يعني. عن جد؟ كثير راح ينبسط. بس انت لا تحكي معه اي شيء، نقعد انا وانت ونتفق، اكد لي انت من الموضوع. مع السلامة. اوكي. مع السلامة. سلام. مع السلامة. اهلين ريما، اهلا وسهلا. بالمناسبة مشان شغلك انا حكيت لك مع الاستاذ حميد. بس ما اكون عم بحرجك او شيء. بتحرجيني لالي؟ الله يسامحك، اما نخدم الغرب فكيف الاصدقاء؟ طيب شكرا كثير ايمن، انا راح امشي وبرجع بمر مرة ثانية. ريما وين رايحة؟ يعني شو في عندك هلا؟ ما في شيء بس ما بدي اعطلك. ولو تعطليني عن شو يعني ما عادي، ممكن نشرب فنجان قهوه ولا مع بعض. تفضل. مزبوط، بس مع التكرار والعادة بتقلق فيه بصير طبيعي. هي نظرة غريبة كتير للأشياء، أنت عم تغير مفاهيم. الجمال الحقيقي بيستمر عمر، أنت عم تلغيه بشهور؟ أكيد، بس أنا عم بحكي عن العادة والتكرار اللي بيعمل تآلف بيعمل هين وما بيخليها تشوف. وأنا هذا اللي عم بحكي عنه، أنت مثل ما بعرفك من زمان كنت حساس كتير تجاه هيك أمور. أنت قلتيها. زمان زمان هي مشكلتي، زمان هي بالذات. لما سألتيني قبل شوي إذا كان عندي شغل ولا لا، نقزت خفت من الكلمة، فكرت يمكن يكون عندي شيء، بس أنا عندي إحساس دائم بالعطالة. طبل براسي فراغ. أيمن الله يخليك لا تحكي لي على الفراغ. أنا من بعد التخرج بالبيت، تعرف شو يعني بالبيت؟ يعني أربع حيطان سماك، بجوز بالأسبوع بطلع لي مشوار صغير. من فترة حاولت راجع ذاكرتي ما لقيت فيها شيء، حبيت أكتب رسالة لحمدي وهناء، لقيت إيدي تقيلة كتير على القلم. ما بتصدق قديش لقيت صعوبة وأنا عم بكتب. قلت معقولة بعد أربع سنين دراسة أدب إنجليزي ما أعرف أكتب رسالة؟ طيب ليش بالإنجليزي؟ يعني تمرين، خفت لكون نسيت اللغة. أخوك إيهاب عنده بكالوريا السنة وما عم بيعرف يدرس مع أخواته بالبيت، فقررنا أنا وأمك نعمل له غرفة على الأسطوح. غرفة على الأسطوح؟ يا بنتي بتعرف حضرتك قديش بتكلف بالي؟ طول بالك يا أيمن طول بالك، ما بتكلف شيء، شغلة 25,000 يعني من قريبه البواب والشبابيك من الأنقاض. معقول بس هيك مبلغ يعني غرفة بتكلف؟ لك إيه لك ابني ما بتكلف شيء، لأنه أخوك إيهاب ورفقاته رح يبنوا الغرفة من قريبه يعني على السريع. وبعدين عنده بكالوريا، وإذا ما درس منيح هي البكالوريا مو سهلة لك أيمن. بصراحة هذا شغل أمك لك أيمن. على عيني. طالما هذا شورك شور امي، من عيني هي قبل هي تكرم عينها. دقيقة.
وهي 25 فلوس. كتر خيرك يا ابني. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا يا ابني. شكرا. مع السلامه يا ابني. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامه. سلم على والدي. الله يسلمك. خير اشوفك ها ان شاء الله. ايمن. نعم. انت ليش ما بتعطي اهلك كل المصاري وبترتاح بقى؟ فريال انت نسيتي انه هدول اهلي ولا ذكرك؟ لا ما نسيت، بس انت واهلك اللي نسيانين وعم تبعزوا مصاري اخوك هون وهون. فريال ارجوكي لا بقى تفتحي لي سيره هذا الموضوع نهائيا. ابي شو قله يعني؟ روح دبر حالك. بعدين انت بتعرفي انهم عم يطلبوا المصاري اخي، مو مني ولا منك. لك ايه فهمت، بس بكره لما اخوك بده يسالك عن المصاري شو بدك تقول له؟ اشترينا فيهم مازوت، عمرنا فيهم اوضه، مشان هيك هو بعت لك اياهم. نسيت مشروع الحلم اللي بينك وبينه؟ اهدي فريال اهدي. هدي تفضل. يا سلام. ايديك كأنك من زمان مالك راسم شيء جديد، مو هيك؟ يعني الواحد ماله آلة، بده شوية راحة. فترة كمون يعني، وبعدين هوب إبداع. مهند، أنت ليش ما بترسم مستشرقات؟ هيك نوع مطلوب وسوقه ماشي كتير. يا تضرب على هيك اقتراح، إيه شو شايفني دابحني الجوع يعني؟ إيه بتحسن أحوالك وبتأمن دخل منيح. لا لا، أنا هاي الشغلة ما بتناسبني ولا بفكر فيها أصلاً. بعدين شو بدي أقول لك يعني، هي مو سهلة منوب يعني، هاي شغلة إلى ناسها إلى أهلها يعني، ما بتقدر عليها مع أنها سهلة كتيرة. كلها نقل بنقل. هلأ شو بدنا بهالحكي؟ سهلة صعبة؟ أنا بالأساس ما بفكر فيك مشروع بصراحة. بدي أعرف شغلة، إذا حطيتها بدماغك عم قول إذا حطيتها بتطلع النسخة مثل الأصل؟ يا سيدي إذا بحطها بذهني أي بتطلع تماما كأنها هي. تماما تماما. وحتى انت اللي بتعرف انه واحدة منه النسخة عن الثانية ما بتقدر تفرق بيناتهم. عظيم. معناته انا قصدك بشغلي. عم قول صار لك ساعة بتلف وبتدور. يا سيدي في لوحة بدي منك تنسخها لواحد صاحبي عزيز علي ومضطر، وقد ما بتكلف هو جاهز. اها هون صار في قصة. اولا اللوحة لمين؟ ثانيا ليش بده ينسخها؟ اخي القصة طويلة عريضة. اسمع، رفيقي متضايق على مبلغ طلبه من واحد، قال له بتخلي عندي اللوحة لترجع المصاري، وهو خايف على اللوحة وبنفس الوقت مضطر على المصاري. قلنا هيك حل أحسن شيء. أنت شو رأيك؟ أنا آسف، عن جد آسف. يعني بتمنى ما تزعل مني لأنه فعلا ما بقدر أعمل هيك شيء. يا أهلا وسهلا. شو أسرينا؟ أهلا كالعادة ولا اليوم زهورات؟ خف يا بعدي، لما بدنا شيء بنطلبها تشرف. يلا. ريما، من غير أي مقدمات سكي. شو هاد؟ مبلغ صغير لبين ما تلاقي شغل. أيمن أنت فهمتني غلط، أنا بحاجة للشغل، أنا مالي بحاجة للمصاري. ريما أنا ما قصدي ضايقك، أنت بتعرف إنه إحنا أصدقاء وأخوة. أنا فهماني قصدك، وإلا كنت تصرفت بطريقة تانية. ريما لا تحسسيني إن أنا ارتكبت غلطة بحق إنسان بعزة كتير. أنا معي مبلغ مالي بحاجته، ممكن ساعد صديق، فوين المشكلة؟ خلص أيمن، فعلا أنا مالي بحاجته. ماشي، هلأ نحن رح ندور على شغل، ما رح نخلي باب بلا ما نطرق، وبعدين بترجعي لي المصاري ديني يعني، شو فيها؟ طيب بطلب لنا قهوة وخلي الظرف معك، ولما بحتاج أنا بطلب منك. منيح؟ لا مو منيح، ديك رح تحسسيني إنه أنا ارتكبت غلطة حماقة بحق إنساني أنا بعزة كتير. أيمن كأنك ما عم تفهم علي، أنا مالي بحاجة للمصاري لحتى أخذ منك. ريما الله يوفقك لتعمليها قصة، خديهم هلأ ورجعيهم بعد أسبوع. منيح؟ غريب أنت.
هيك لكان؟ أنا حاسس إنه كأنه نحن قلنا هيك طماشات من يلي بحطون للخيل، ما بنقدر نشوف غير قدامنا لبعد متر واحد وبس. وقال شو قبضينا جد، عمرنا كله راح هدر، لا سهر لا علاقات عامة لا حب. طبعا يلي بتكون بدايته هيك بتكون نهايته هيك. انت ليش متشائم؟ بضل وضعك احسن من غيرك بكتير، عم تشتغل بمكان له علاقة بدراستك ومتزوج عندك بنتين امورات. يعني شو بدي اقول انا عن حالي؟ عن جد ايمن، من وقت ما كنت بالثانوي كنت احلم باللحظة اللي ادخل فيها الفرع اللي بدي اياه. دخلنا ادب انجليزي، قرينا وتعبنا واستمتعنا، صرنا نستنى اليوم اللي نتخرج فيه لحتى نحقق شيء من طموحنا. بتصدق اني ما عم حس بحالي من 5 سنين؟ ما عم بعمل شيء. كمان هذا شيء قاتل، على القليلة بالجامعة كنا نحكي مع بعضنا، نتفق نختلف، بس نحس انه العالم كله هو نحن. هلأ بحس مالي اي وجود بهالعالم. يمكن انا المتشائمة، ما هيك؟ ريما شو احب الالوان عندك؟ لحظة، البنفسجي صح؟ يعني صح ومو صح. كيف يعني؟ أنا بحب البنفسجي، بس عندي درجات الأحمر بتعني لي شيء كمان. ما هو البنفسجي يعني تركيب من الأحمر والأزرق. ريما أنا بتذكر مرة هيك أيام الجامعة كنت تحكي عن الطبيعة والسفر والبحر، كنت مهووسة بهالشيء. فعلا أيمن أنا بحب البحر، بحب سافر على البحر لوحدي وامشي على الشط لوحدي، ضل امشي 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 لدرجه اني اطلع وراي وما الاقي في حدا. يعني انت دائما بتحبي تكوني لوحدك؟ لا مو دائما، يعني احيانا. ما في انسان بحب يكون لحاله على طول. وين سرحت؟ ابدا، كنت عم اسمع كلامك. الكلام انا يعني بترجمه لصور، دائما بحول الكلام لصوره بس. يا اهلا وسهلا بابا. اهلا وسهلا. اهلين ايمن، يا هلا. بدي اقول لك كلمتين وبدي امشي لانه عندي شغل فوق راسي. مور بابا من عين هي قبل هي. ما يامر عليك ظالم يا ايمن، بس بدي اقول لك نسينا نحكي بالكهرباء مشان غرفه اخوك راحت عن بالنا. ايوه طيب، يعني قديش بتكلف الكهرباء؟ بسيطة، يعني شغلة 5000 ليرة مقضية من قريبه. بس بدي أسألك، شو رأيك مبلط الغرفة ولا ما مبلطها؟ لا مبلطها طبعا، البلاط ضروري. هو أنا هيك فكري. طب ليت. مرحبا. أهلا سامي، تفضل عود لي شوي. لا خلينا نروح على البوفيه أحسن. غسان معي اللي حكيت لك عنه. طيب ليش ما جبتوا معك لهون؟ أخي بالبوفيه أحسن، بنشرب قهوة بتحكوا بتتفقوا. طيب ماشي يلا ننزل. سامي بيسألك سؤال، أنت واثق من المشروع؟ يعني ما في لعبة أو شيء، أنت بتعرف إنه المصاري مو لإلي. أخي أنت شوفوا واتفقوا وخذ عليه كل شيء بيضمن لك حقك. بعدين ليك هو قال لي إذا حابب تدخل معاه شريك على النص، هو ما عنده مانع. ماشي. حكالك السيد سامر عن المشروع. أنا بدي منك بحدود 200,000 ليرة سوري، يعني لمدة أقصاها 6 شهور. وأي شيء بصير بالمشروع بتكون على اطلاع بكل تفاصيله. حسب ما عرفت من الأخ سامر إلك معارف من الرسامين، هذا بيسهل شغلنا كتير. يعني كل ما اشترينا لوحات بسعر أرخص كل ما كان مرابحنا أكبر. أنت كتير عملي وسريع. طبعا سيد أيمن، أساسا هي قاعدة شغل مو زيارة. ومثل ما قلت لك غسان مستعد يعمل وراء عند محامي او اي شكل بتشوفه انت مناسب بيضمن لك حقك.
طبعا بتعملوا عائد شراكي. ما بيهمني انا، هي يعني هي الشكليات كلها ما بتهمني نهائيا، بس انا عندي سؤال بسيط اذا كان ممكن يعني اعرف شويه تفاصيل عن المشروع. لما انت بدك تشتري لوحات يعني وين بدك تبيعها؟ في سوق تصريف يعني مثلا؟ ليك فريال، نحن بنشتري لوحات وبنبعتهم، بيستلمونا ابن عمو مباشره ببيعهم، كل لوحه على الاقل بتربح ضعف حقها بعد حسب المصاريف. يا ايمن اذا بتسمع مني خلينا نشتري بهالمصاري شقه على العظم، اكيد انت رح تكتبها باسم اخوك وبنسكن فيها لبين ما يرجع اخوك من السفر، احسن ما نطلع من بيت نفوت لبيت كل ست شهور. الحق علي اني انا عم بحكي لك، اصلا انتم ما بتقدروا تفكروا غير باللحظه اللي انتم فيها وبس. يا ابني يا حبيبتي يا فرد، الحياه بدها لحلحه، بدها شويه حركه. اصلا الناس اللي عندها بيوت عم تبيع بيوتها مشان تشغل المصاري، وبعدين بيشتروا بيوت افضل بكثير. بعدين انا يعني مشان شو بتشغل المصاري؟ مو مشان المشروع؟ ايه بس شايفتك رح تشغلهم بغير شغله. ارجوكي فهميني يا فريال، كلنا ست شهور وانا بضاعف المبلغ وبقدر بدخل بمشروعي بشكل اقوى. حلمنا حلمكم. ما حكيت لك عن زيارة سامر؟ لا خير، ما حكيت لك. اجى لعندي من فترة بحكي لي على لوحات ونسخ لوحات وهيك. اي وشو كمان؟ شيء قال في لوحة مرهونة لصاحبها ما عرف بده ينسخها. لا خلص انحلت خلص، لا بده ينسخها ولا شيء. شو ايمن شايفك بتعرف التفاصيل؟ لك علاقة بالموضوع؟ لا لا ابدا، بس حضرتك انت لما رفضت اجوا لعندي وحاولوا يقولوا لي بما انك انت صديقي مشان زورك واقنعك يعني. ليش ما جيت لعندي؟ لاني بعرفك منيح طبعا. بعدين شو بدنا من هالسيره؟ انا جاي لاحكي معك بموضوع ثاني هلا يعني. ممكن مارك كل اللي بدك اياه، انا فتحت الموضوع على اساس كلمتين بس، شايف انت مارك انت شو اللي نفسك تحكي فيه؟ ليك مهند بدي احكي معك هيك بموضوع يعني بصراحه. لا شو كل هالمقدمات، احكي يلا. ممكن يلا. طيب هلا انت يعني في عندك امكانيه اذا بدك طبعا بصراحه تامه تجاوبني يعني ايه؟ انك تبيع كام لوحه؟ في واحد بده يشتري ممكن؟ ليك وموضوع البيع بحد ذاته انا مو ضده، بتمنى تنباع لوحاتي بسعر مقبول لناس بتقدر قيمتهم، بس انا كنت حابب اعمل معرض اول. شايف لك لا المعرض رح يصير ولا العرس ولا البيت رح يكمل. البيت شو لسه بده؟ شو اللي ناقصه يعني؟ يا رجل هذا بيت تسكن فيه اسره، بده نفض. يعني قديش بدك لحتى تكمله؟ يعني بده لا يقل عن 100,000 ليره بين منجور وصحيه ودهان. بعدين بده كم غرض، هيك ما بيصير. هلا انت ضروري تفتح الموضوع. 100,000 ليره مبلغ بسيط يعني، كلها عباره عن 7-8 لوحات. 100,000 ليره شو يعني؟ بعدين لا تعقد الامور. شو كول تسلى، انا حاسس كانه متعرف عليك من اول وجديد، كانه اول مره بشوفك فيها بحياتي. صحيح كنا بنعرف بعض نحن ايام الكليه، بس ما كنا بنعرف بعض عن قرب. كنت شوفك من بعيد لبعيد، طريقه مشيك وطريقه حكيك. بعدين صرنا شله واحده. مره سميتك فرشت الكليه. بتذكر انا كنت اخر سنه، كنت انت سنه اولى ما قلت لي فراشه الكليه، وهلا الفراشه طارت ولا احترقت؟ فعلا حاسه حالي عم بحترق. اذا انت حاسه حالك عم تحترقي يعني شو بدنا نقول؟ نحن رماد، صرنا رماد. شايفت لك بدينا نحكي شعر انا وياك، لا تجاملني ايمن، بعرف حالي منيح. طيب تفضلي. اهلين، تفضلي. ريما بدي اسالك سؤال خطر على بالي قبل شوي. كان في ايام الجامعه شاب كنتوا تقريبا مخطوبين اسمه سهيل، ما يعني شو اللي صار بعدين بيناتكم؟ سهيل شاب طيب وانسان ظريف، بس كانت ظروفه كتير صعبه. هو اكبر اخواته واخواته كتار وابوه كبر، حس بضغط المسؤوليه وحس بالطلبات عم تحاصره. عم سافر، كتب لي رسائل كتير، كتب بعدين انقطعت اخباره، راح كل واحد منا بحال سبيله. قبل سنتين خطبني شاب
ابن عمه للبابا مهندس خريج امريكا. قبل 3 أيام من العرس بعد ما حضرنا كل الترتيبات حسيت حالي رح اختني. مرضت ما بعرف شو صار لي. اعتذرت منه. طيب شو السبب؟ ما كان في يعني حب؟ يمكن لانه هو قريب البابا. كنت كل ما اشوفه اتذكر شغله واحده بس. لما كنت صف السادس الابتدائي رجعت على البيت سالت امي وينه ابي؟ قامت سكتت. رديت سالتها وينه ابي تاخر؟ قالت لي ابوكي ما حيرجع. بعدين بعرف انه ابي تزوج. تركنا ومشي. هاي اللوحة ظريفة حلوة كتير. هاي اللوحة رسمتها بنت اختي لما كان عمرها 5 سنين اسمها رها. بالمناسبة هذا الكرتون عادي ولا معالج؟ عادي. كنت عارفان اساسا ما في حدا هون بيحترم شغله بيقدره منيح. تعرف في كرتون معالج بيعيش 100 سنة واكثر وما بصير له شيء. ايه ضروري 100 سنة. بعدين انت شو دخلك؟ المهم تعيش لحتى تقبض. فكرك؟ ايه قلتك. ايه اخي قديش بدك باللوحة؟ بس قبل ما تقول يعني بحب نورك. انا اخذ لوحات وزيتي قياس 50x70 في منهم متر بمتر. انت شو اللي بدك اياه من هالحكي كله؟ يعني لوحاتك كلها قياسها صغير وهذا له علاقة بالسعر. يعني المسألة بتتعلق بالحجم كبيرة ولا صغيرة. ليك بدي لك شغلة، إذا أنت جاي كصديق مع الأخ سامر يا أهلا وسهلا، هلا بنساوي فنجان قهوة. أما إذا جاي كتاجر لوحات ف القهوة بتضرها كثير. شو بك؟ صار لك ساعة ما عم تحكي. بصراحة أنا لو مو كرمالك أنت كنت ما بسكت له بنوب وكنت بعرف كيف رد عليه. مين هو أصلا؟ لك غريب هالناس كيف بتشوف حالها؟ أخي هو ما غلط، بس أنت بلشت بالحكي معاه من فوق، بعدين عادي ما بده يبيعك لوحات. شو فيها؟ مين بده يشتري منه أصلا؟ لك أساسا ما في ولا لوحة عجبتني. لك شفت أنا مشان هيك حكيت معه بهالطريقة. أخي لا تغلط، شغله حلو كتير بس أنت معصب لك شوي. حلو كتير؟ غريب. امشي امشي هلا امشي. مرحبا بك. اهلين ايما. كيفك؟ اهلين حبيبي. كيف وين بنات؟ ماما رفيف هدير. شو بدك منه؟ تعالوا شو جاي معك؟ تعي هدير تعي بابا تعي. ان شاء الله الاوعى كده. ايه هدايا الله يسلم الايدين. الله يسلمك يا رب. خذ رفيف خذي بابا. يا عيني شكرا ماما. يلا على الرجل. هي على ايه بنت علي ام غزاني. الله يسلمك. اهلين. الف ريال. هات ايدك لشوف بسرعه. وان خلاص ما بدي اسئله. مبروك حبيبي. ليش معذب حالك؟ انت بتعرف انه رحنا في عنا شيء اهم؟ فريال الله يخليكي. ليكي انا مبسوط، كنت ماشي بالسوق وحبيت لكم اياه وجبت لكم اياه، خلص تعال الموضوع. يا ايمان يا حبيبي انا خايفه لينصرفوا هالمصاري قبل ما تعمل فيهم شيء شغله ونقعد بعدين ما في غير الندم. خايفه على جوزك يعني؟ خايفه مشروع اللوحات ما ينجح؟ اسالي اخوك سامي، خلال 2 شهر المصاري رح يدوب له وبعدين بفتح دار النشر بدي اعملها. طبعا أنا شو بدي؟ الله يوفقك. فز قوم تحرك بلا كسل. قوم اعمل لك فنجان قهوة يا رجل. قوم. قوم كون أنا خلصت شغلي وبنروح نشرب على رواق. يلا. تعرف مهند؟ حاسس إنه ما عندي أي رغبة أعمل أي شيء بالمرة. حاسس بكسر وبلادي جواتي مو طبيعية ابدا. كل هالشيء على فنجان قهوة؟ مهند انا عم بحكي عن جد مو شغلة فنجان قهوة، انا عم بحكي بشكل عام. يا رجل راح اجن. شبك ايمن كان الامور متأزمة معك. 37 سنة صار عمري. يعني على مشارف 40 ولا شيء بالمرة. في اصعب انك تحس انك انت ما عملت ولا شيء بالمرة. بنتين قدامه مستقبل مجهول، مانك قدران تعمل شيء لا انت ولا اولادك. وبحسبها هذا الشيء اللي كان بدي اياه.
أيمن أنا آسف بس القعدة فعلا صعبة بدها فنجان قهوة. حطيتها على النار. انت ليش هيك رميها على الارض باهمال؟ شو هي؟ اوعك تقلي لنا شغله هلا ارجوك. مهند هي لوحه لوحه بتجنن. هلا هي صارت لوحه؟ رح تخليني شك بذوقك يا اخي على اساس تفهم بالفن التشكيلي. هي شقفه خشبه ما بدي اياها حاططها هون، احيانا بمسح فيها الفراشي، احيانا هيك بس لوحه لوحه يمكن تعتبر من اهم الاعمال اللي عملتها بهالمرحله. هي لوحه؟ والله معقول انت. بجوز بس هل يعني مو معقولة أخي شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ لوحة لوحة خطر على بالك تطلع فيها منيح؟ طلع لوحة بس لوحة غير مقصودة. خطر على بالك شي مرة تطلع فيها يوم رميها على الأرض؟ رميها هيك؟ هذا عمل فني له تكوينه و... بجوز احتمال يعني بس يعني أنا ما ممكن أعتبرها لوحة، ممكن تكون عمل فني. لحظة عن إذنك مو غلط المي. بس ما عندي وياها وجعتوا لي راسي. بس ماما رفيف حاجة بقى قوموا على النوم يلا قوموا. قوموا الألعاب من إيدك كلنا قوموا. يلا أنت بكون عندك مدرسة قوموا. هاي بكفيني أبوكم كمان أنتوا. ساتك يا مشهد زدت من ايدك خلينا نتهنى فنجان القهوة. مهند ممكن اخذها؟ معقول انت خد اي عمل بدك يا. لا 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 انا بدي هاي. ماشي خدها بس ما بوقع لك عليها ولا بتقول لحدا انه هي اليها ورجعنا لموضوعنا لو سمحت. ما هي هي موضوعنا لون ورا لون ورا لون والايام كلها عم تمضى الحياة كلها عم تمضى ما بتحس حالك عم تكبر؟ طبعا ما لساتنا صغار وهالشي ما عم يقلقك؟ بجوز انت ما كتير يعني بيتك رح يجهز وعن قريب رح تكون مستقر ببيت لحالك بس انا حاسس حالي ما عملت شي ولا شي. هالشي عم يحبطني مع اني انا ما بحب هالكلمة ابدا عم بخليني حس اني ماني قدران لاقي حل ما عم حس بطعم شي ولا شي ولا حتى القهوة. طيب انت ايمن شو اللي بدك اياه بالتحديد؟ كتير كتير مهند شغلات كتير عم اقلك انه انا لحد الان حاسس حالي ما عملت شي بالمرة ولا شي على الاطلاق. بعدين بدور بقول يا ترى هذا الشي اللي كان بدي اياه بيوم كن بهدا بروح على الشغل وبرجع بروح على الشغل وبرجع بروح على الشغل وبرجع وبعدين والمشكلة إنه ابن خالته الفريال بده البيت بهالكام يوم كنا متفقين إنه نقعد أكتر شوي صار بده البيت يعني بكرة بدنا نطلع ونستأجر بيت جديد بدنا ندفع ثلاثة أرباع الراتب وكل ست شهور حمل أغراضه ومشي حمل أغراضه ومشي وحلة. طيب ما فيك ترجع لبيت أهلك لبين ما تحلحل الأمور شوي؟ صعب صار صعب كتير بعدين هن رتبوا أمورهم على أساس إنه نحن طلعنا 7 سنين سكننا عندهم حاج بكفي فريال ما عاد تتحمل إذا كان بيت أهلي رتبوا نفسهم يعني عمروا أوضة على سطوح مشان أخي يدرس فيها صح. شو تسكرت يعني ما ضل في حلول بالمرة؟ تعرف مهند أحيانا لما أفكر بشكل بجوز ما يعجبك أو تسميه طايش سميه مثل ما بدك بحس إنه أنا محتاج يعني هيك شي جديد بحياتي
محتاج جدة حياتي. بحس انه في شيء جديد جديد تماما. بحس انه لازم احب. فريال شربت استاذ ايمن؟ مالك حق؟ ليش راجع؟ كنت نام مطرح ما كنت؟ ايوه انا شامم ريحه نكد. والله شو عم تنكد؟ مو ملاحظ حالك انك زودتها شوي؟ قول انا مو مشكله، انا الخدامه هون بكنس بمسح بطبخ مو مشكله. طيب وبناتك ما لازم يشوفوك على القليله؟ هدي فريال هدي، بنتك مزوجه منيح هدي. والله شو زكي فهمتها لك، انا مالي مزعوجه، رح اطق رح انفجر. هدي فريال هدي شوي، الدنيا ليل والجيران ممكن ينزعجوا. وطي صوتك لو سمحتي. بعدين انت ولا مره قلتي لي انك انت بتنزعجي من سهري برات البيت، ولا مره قلتي لي. تاركتها لذوقك. مرحبا. اهلا بالشباب. استاذ ايمن موجود؟ وصل مشوار، اذا بتحبوا استنوه بالبوفيه، هو قال لي ما رح اتاخر والان سريع اكلت هالشيء. شكرا. اهلا. طيب اهلا بالشباب. ما قلت لي نمشي ولا ننتظره؟ نمشي. لا ننتظر. ايه سامر ما قلت لي هلا ليش ايمن بده ياني بالضبط؟ ليش طالبني؟ لك شو بقى ليش ما عم ترد؟ ما بعرف. ايه مشان قصة اللوحات. اخذ لوحات من مهند وبظن لازمه سلفي، يعني بده يسحب جزء من المبلغ اللي معك. إيه بس على علمي انه معه مبلغ منيح، يعني وين عم يروح بهالمصاري؟ اخي التزاماته كثير، مصروف البيت، عم بيساعد اهله، غير هيك عمر غرفة لأخوه. يعني أيمن أنت شو اللي عجبك بهاللوحة حتى مصرت عملها لوحة عن جد؟ ما هي لوحة عن جد، مو أنا اللي عملتها. بعدين أنا سميتها لوحة غير مقصودة، يلي رسمها فنان كبير وموهوب. أنا بشوف إنه هي اللوحة هي أهم لوحة فيها إبداع عملها مهند. مالك ملاحظ انك عم تبالغ شوي؟ يعني حتى مو شوي كتير، يعني بجوز رأيك الشخصي هذا يكون فيها، بس المهم كمان رأي الآخرين. على كل إن أنا ما بعرف بهالمجال، مالي من أصحاب الاختصاص. ريما أنا مسؤول عن كلامي قدام مين ما بدك، قدام أصحاب الاختصاص وقدام الهواة وقدام كل الناس. أنا بعرف عن شو عم بحكي، وإذا بدك بثبت لك هذا الشيء بشكل علمي ودقيق. ايه تفضل. شوف يا ستي، هاي كانت عبارة عن قطعة خشب، طلعني مجرد قطعة خشب موجودة عند مهند، وهو ما كان عطيها قيمة بالمرة. لما كان يخلط اللون كان يجرب الريشة هون، نفس اللون يلي بده يرسم فيه على اللوحة الأصلية، بس ذهنه كان فين؟ باللون والخط يلي بده يرسمه على اللوحة الأصلية. صح؟ صح. ماشي، كان يجرب فإذا الريشة هون ويرجع يرسم على اللوحة الأصلية. كل ما جرب الريشة عم يكون عنده مجموعة ألوان عم تتمازج. اللوحة الأصلية كان عم يرسم بشكل أصلي، اما اللون المتمازج هون كان عم يكون بشكل عفوي وبشكل عشوائي. صح؟ من هون انا حسيت بقيمه هي اللوحه، حسيت فعلا انه هي اللوحه الى قيمه، لانه بتمثل مجموعه هي الالوان بتمثل لوحته الاصليه بشكل او باخر بشكل عفوي. شو رايك؟ في شيء علمي ودقيق باللي قلته؟ ككلام بجوز مقنع. طيب انت ليش ما حكيت مع مهند هالحكي وقلت له لحتى يشارك فيها بالمعرض اللي بده يعمله؟ لاني انا ما كنت طالب هيك تحليل، بعدين طلع معي، بس انا حبيت هذا العمل من اول ما شفته. طيب انت شو حابب تحديدا فيها؟ شفتك فيها، شفت حالي كمان، بجوز شفتنا كلياتنا. طلعي فيها منيح،
ألوان وخطوط متداخلة ببعض. طلعي منيح، بجوز تعرفي. أنا حاسس إنه أيمن متغير شوي، بس ما في شيء من اللي بذهنك. مشان هيك أنا جيت أحكي معك. أنا بعرف إنه أنت الوحيد اللي ممكن يأثر عليه، وبعرف إذا في شيء. أنا اللي بعرفه منيح شغلة واحدة، أيمن ما ممكن يجرح أو يسيء لأي إنسان بالدنيا، فما بالك زوجته وبناته. بعدين أنت بتعرفه قديش شفاف من جوا، ما ممكن، صعب كتير. يعني أيمن بقول لك ممكن يغلط من غير قصد، من غير هيك ما بتصور. لا اطمن وريح بالك منيح. ممكن على كل حال انا بستبعد هيك موضوع نهائيا. وانا كمان، بس يعني بصراحه لفت نظري الموضوع. شفته عنده اكثر من مره، ومن فتره مريت لعنده قال لي المستخدم انها طلعت معه. بس ما تكون لمحت قدام فريال. اعوذ بالله، فريال بهيك مواضيع ما بتناقشها بنوب. اذا بتعرف يا حبيبي. ماما هيدا فيه ما عم تلعب. ليش مو عمير رفيف لعبة يا أختي؟ حبيبتي كبرت. ماما انت لك تحتك، ماما انت لك تحتك. يا معروف العرب. اهلين عمو، مرحبا فيك. لو سهلا كيفك يا بنتي؟ اهلين جدو، اهلين. شو ساعة بتاعو بتاعو ساعة كل سهلا ميلا هلا. تعالي شو جدو تعالي. هاتي بوسي جدو. تعالك جدو تشكر لك العافية. شو يا فريال لساعتك مسهرتيهم هلا؟ استاذ ايمن هيك بده، قال خليهم على راحتهم، اللي بناس بينام لحاله. لا يا بنتي لا، هدول اطفال صغار ما بيعرفوا مصلحتهم منيح. حق معكم. شو وينه ايمن؟ ماني شايفهم. راح ما بعرف، هلا بيجي. يعني بده يتاخر؟ قال لك وين راح؟ خير عمو، في شيء؟ لا يا بنتي لا، بس في موضوع بيني وبينه. هلا بيجي. ان شاء الله ان شاء الله. كيفكم كيفكم؟ تعالي لعبك جدو، تعالي لعبك لعبة حلوة. يلا مدي ايديك هيك وز. ايوه وز.
قربي قربي ايديكي قربي وز. يلا لعبيني انت لعبيني انت لشوف. يلا يلا جدو يلا يلا مجدي مجدي تعي لعندي تعي تعي هون تعي. ايوه طيب طيب. وديما يعني قصدي خطيبتك موافق على الشيء ورضياني فيه؟ متفقين ومتفاهمين على كل الترتيب. الترتيبات ما ترتيبات شو عرفني؟ شو عم تحكي انت يا رجل؟ ليش نحن بالاساس صايرنا شيء لحتى نرفض؟ مهند انا بدي اسالك سؤال، بالمناسبه هذا هو الموضوع اللي انا كنت حابب احكي فيه. احكي واسال اللي بدك اياه. ايوه بصراحه يعني انا هيك من اول ما شفت لخطيبتك، صحيح انا ما كثير تعرفت عليها بس حسيت انه في شيء مو كتير ظابط، حاولت وزن بين هون وهون، يعني في شيء ما زبط معي. يا أيمن حكي بوضوح أكثر، أنا لهلا ما فهمت قصدك عن جد. يعني باختصار ديما هي الزوجة المناسبة لإلك؟ يعني عقلك وعقلها. شو شايف أنت، في اختلاف كبير لدرجة عدم التلاقي مثلا؟ لا يعني مو لدرجة عدم التلاقي طبعا، بس في اختلاف منيح بيناتكم، يعني العمر مثلا والوعي ودرجة الثقافة وطريقة التفكير. بجوز ما بعرف مهند، أنا آسف بجوز حكيت بموضوع خاص فكان لازم أحكي فيه، بس أنت بتعرف الدافع، أنا بتمنى لك أحسن بنت بالدنيا. ما عاد حابب تحكي بالموضوع ما؟ صار الوقت متأخر ولازم أمشي، لازم لحق السير. خليك عم ونام عنا. شو نام عنكم لك بنتي ومرت عمك وأنا ماني متعود نام برات بيتي. يلا يا أهلين عم. بدي أقولك بس يجي أيمن سلمي لي عليه وقولي له اجى ابوك وبده اياك ضروري، خليه يمر لعندي قبل الدوام على البيت. على راسي. ماشي الحال؟ ماشي. واذا ما قدر يمر بعد الدوام ما مشكله. حاضر. بدي اياه ضروري لك بنتي. تكرم عينك. يلا يا خاطر. امين عمي الله معك. سلمي على مرت عمو اماني. تسلمي تسلمي. اهم شيء باي موضوع انك تعرف شو اللي بدك اياه بالضبط، هذا شيء كثير مهم. على الأساس لقيت أنه أنا والمخلوقة كتير مناسبين لبعض، علم وجمال أخلاق تعاون، تحمل مسؤولية، بتفهم ظروفي منيح. ليك هي بجوز ما كتير مثقفة بالمعنى اللي أنت بدك إياه، بس هذا ما بيلغي ارتباط بين شخصين، بعدين هذا تحصيل، يعني هذا بيجي مع الوقت، المهم الاستعداد والقابلية. ليك مهند ما في داعي أنك تقنعني، لازم تكون انت شخصيا مقتنع بهالشيء لانك انت اللي بدك تتزوج مو انا. انا مقتنع، انا ما عم حاول اقنعك، انا عم رد على تساؤلك. مظبوط عم ترد على تساؤلي بس بطريقه عم تجبرني فيها لحتى اقتنع. غريب انت بدك جاوبك بطريقه ما تقنعك، بالمحصله هي وجهه نظري قناعتي. انا بجوز فعلا اكون غريب او حتى احول كمان. حبيبي أنا من أول لحظة شفت فيها خطيبتك وحكيت معها حسيت إنكم أنتوا الاثنين ما نكون مناسبين لبعض إطلاقا، لكن ليش فتحت معك هذا الموضوع؟ بعدين فرق السن يا أخي. طيب ليش محتد ومعصي؟ طيب ما يكون في اختلافات وفروقات؟ شو هالأمر العظيم؟ أنا شايفهم بيعجبوني وحاسس فيهم، بعدين طريقتها بالحياة وبالتفكير عجبني كتير مو شوي، وإن شاء الله نفكر إنه طريقتنا هي اللي وحدها صح. بجوز تكون طريقتنا مو صح بس أنا هيك مقتنع وعجبني. انت بتعرفون هدول العمالقه اللي بالاساطير، هدول اللي لهم عين واحده هون، نحن مركبينها بدل العينتين وماشيين. بعدين شو موضوع فرق السن 5-6 سنين بالكثير؟ شو هالامر العظيم يعني؟ انا موافق ومبسوط وهي مبسوطه وموافقه كمان، مالك مصدق روح اسالها. ايمن بتعرف انت كيف حاسس بالموضوع؟ الفروقات والاختلافات هي كيف انت شايفني وبتعرفني وكيف انا شايف وبعرف حالي، يعني هي وجهات نظر لا اقل ولا اكثر. زيمان اجى الوالد بستناك كثير، وانا اسف دورت عليك ما لقيتك، ترك لك هالرساله. هي منو؟ منو؟ شكرا.
مرحبا ايمن. اهلا ريما، اهلا وسهلا، تفضلي شرفي. صار شيء جديد مشاني؟ بصراحة يعني لسه شوي. ريما منيح اللي جيتي، يعني انا كنت حابب انزل على السوق، شو رايك تنزلي معي؟ لا انا ما بحب نزلة السوق معلش. بس انا حابك تكوني معي، يعني هيك انا حابب اشتري ثياب جديدة، حاسس انه الواني صارت قديمة وعم تكبرني، حابب اشتري الوان جديدة حتى روحي حاسة كبرت يعني. وليش هلا حاسس هيك احساس؟ هلا بدنا نحكي هون كل شيء، بنحكي بعدين منشان لحق السوق. يلا تفضل. ابو عادل الاستاذ حميد سال عني، قل له اي شيء بالبوفيه واي مكان. الله يعينك. تمام الله معك. ليش عافيه؟ روحي البسي برجليك. لا تنحيلي، روحي البسي برجليك. وين اختك؟ كم مره فهمتكم انتو لما انا اكون عم بشتغل ما تضوجي؟ كم مره؟ انا ماني فهمانه شو المناسبه لحتى حابب تغير الالوان اللي انت لابسها. ما في لا مناسبه ولا شيء، حبيت اعمل شيء جديد، نوع تجديد. وشو اللي فرض هالتجديد؟ فرض ولا شيء، رغبه. الا اذا كانت طبعا الرغبه الانسانيه نوع من انواع الفرض يعني. معناتها تجديد شكلي. أنا بفهم أي تجديد بيطلع من جوا، وبالتالي أسبابه موضوعية، وإلا بيكون تجديد مؤقت وبينتهي بلحظته، بيصير كأنك عم تتابع موضة وبس. ريما لا تفلس في الموضوع زيادة على اللزوم، ببساطة كم بنطلون وكم قميص وخلص. بس ما كتير ب10,000 ليرة تشتري أواعي؟ طبعاً كتير لما بتقول 10,000 ليرة مش موجودة، بس إذا كان في يعني مصاري والحمد لله لا مو كتير. بالمناسبة جبت لك هدية موجودة بالأغراض قدام البياع، قلت لك لزوجتي مشان ما يصير في بيني وبينك أخذ وعطى. معقولة ايمن انت؟ شكرا كثير، بس زوجتك حق فيها، انا ما باخذها. ريم ارجوك، انا ما بدي ناقش كثير، انا حاسب حسابي لزوجتي، هي لك خلاص. ايمن انا ما بقدر اخذها، ولاحظ هي ثاني مره بتحرجني فيها. خلاص ريم دبريها بقى، عم اقول لك جبتها لك من حضر السوق بتسوق، بعدين انا شو بدي اعمل فيها؟ ما بعرف تصرف، خذها لزوجتك او اذا بدك رجعها، انا مستحيل اخذها. ما بقدر ريم، ما بقدر يعني انا اشتريتها لك، بعدين شو بدي الا لفريال؟ اكذب عليها يعني ولا لا لك؟ احساس مو ظريف. ما استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ترجع للدخان؟ ما في، بطلته ما رح خليك ترجع له.
عارف يا فريال انا خايف، خايف لكون غلطت، خايف كثير. ايمن هلا مو وقت الحكي، قوم ننام وبكره بنحكي اللي بدك اياه، بكره بنحكي. قوم اترك الدخان هون قهوه، حدا بيعمل هلا بالليل قهوه. امشي. ما بعرف يا فريال انا حاسس حالي ما راح اقدر انام اليوم بعد الحلم يلي شفته. خير شو شفت؟ اللهم اجعله خير. خير اللهم اجعله خير. شفت حالي كأني هيك عم أنزل بوادي عميق عميق، عم أنزل بهدوء كأني واحد راكبي مصلي وقلبه عم يسبقه. تصور الواحد قلبه يسبقه هيك على مهل مهل، هو نازل ما نعرف حاله لوين رايح، كأنه ما في قرار. بعدين إحساس بيخلي الواحد يلزق بالسرير، يلزق بالسرير وما يقدر يفيق. خير خير اللهم اجعله خير. مرحبا بابا. كيفكم؟ ان شاء الله مبسوطين. اهلا اهلا. خذي بابا كل انت وقتي. فريال اهلين ايمن. كيفك؟ منيح. دخلي هدول على المطبخ والبسوا ثيابكم بسرعه. ليش حتى نلبس خير؟ شوفي اعزمكم على العشاء بركي بيتغير مزاجك شوي. شو جايب بهالاكياس؟ أواعي؟ إلك هدول الأواعي كلهم، بس كأنك مكترهم والألوان يعني كتير فاقة ما تناسب عمرك. شو عمري وما عمري؟ شو بني أنا لساتني شاب؟ شو أيمن ما لك ملاحظ إنه المصاري عم تنصرف شمال ويمين ولسه ما عملت فيهم أي مشروع؟ فريال شبكي رح تكوني حريصة أكتر مني. أنا بعرف شو عم اشتغل. تعرف شو تشتغل؟ تفضل اقرا وقلي شو بدك تشتغل. شو هاد من مين؟ هذا من ابو رامي من خالتي. شو يعني شو بدك تقريني اياه؟ شو بدي اقريك اياه؟ بده بيته. شو بيته ما بيته؟ نحن مو متفقين على اساس سنتين بعدين بيرجع؟ شو هالحكي؟ هي صار لنا سنه وشهرين ولبين ما يرجع بيصير لنا سنتين. طيب احكي هيك فريال من الاول، انا اسف كثير، انا افتكرت انه بده البيت هلا هلا. أنا من يومين كنت عم بحكي مع مهند، يعني عامل حساب إنه البيت بعد منه شهور بدنا نسلمه، بس مو هلا يعني، أنا آسف كثير. يلا البسوا بسرعة خلونا نطلع على العشاء، يلا قوم. صح النوم. أهلا فريال صباح الخير. صباح النوم. فريال ليش ما قلتي لي إنه من يومين إجا أبي وكان بده يعني ضروري؟ ليه؟ بلا شو؟ ليش أنا بالأول عم شوفك حتى أحكي معك؟ بعدين أنا كتبت لك إياها على ورقة حطيتها على باب الخزانة، حضرتك اللي ما شفتها ما قريتها؟ لا ما قريتها. أيوة رجع فرش أسنانك. شو مسوي حالك يا رجل؟ تعال تعال والله تعال فرش على المرأة، فرش على حالك على الأقل. شو تسميها هي، تحسينات ولا إصلاحات ترميم؟ تفضل تفضل، بس إن شاء الله تكون على الصعيد الداخلي كمان مو بس من برا. عود مهند عود، لا تطلع شكلي هيك، انا برا انا قلق قلق من جوا كثير وحاسس حالي تعبان شوي. شبك ايه اللي عندك؟ تسمعني؟ بسمعك منيح. تسمعني بعمق يا سيدي؟ بسمعك بعمق، احكي بس. طيب ركز معي. اسمع، من فتره انا حكيت لك عن شغله هيك كانت يعني بالاول كانت مجرد مزحه مزح، قصه هيك يعني حب وما حب وكذا. بتذكر يعني هي مزحه ومرت، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟
شو؟ حجن؟ من زمان كان في واحدة بنت معنا بالجامعة، كانت هي سنة أولى وكنت أنا سنة رابعة. عادي كان الوضع طبيعي، مرت لعندي على الشغل على المكتب من كام يوم وقال مشان تساعدها لاقي لها شغل يعني. ايه اول شيء كان الوضع طبيعي مثل ايام الجامعه، انا كنت يعني انا كنت حس فيها كثير بس من بعيد لبعيد. ما اعرف انا اول ما اجيت لعندي على المكتب كان الوضع كثير طبيعي من كام يوم وفتره، بس هلا حاسس انه في شيء، في شيء مو طبيعي حاسس. عشان هيك انا راح اجن، حاسس انه هي عم تسيطر علي، عم تسيطر علي على على كل كياني، على كل كياني. كأنه هيك في مبرد عم يدخل لقلبي وعم يبرد في قلبي، يبرد في قلبي، ورق ازاز عم يحد قلبي، عم يحد قلبي. وجع، وجع اصفر، وجع، وجع اصفر، وجع جوا، وجع حقيقي. صدقني هذا اللي عم تحكيه مصيبه، مشكله ممكن تكبر اذا ما عالجتها وبسرعه. بعرف شو رح تقولي، فريال زوجتك وبناتي انا لا يمكن سئلهم او انساهم بلحظه ابدا. المشكله في انا، حتى ريم يعني حتى ريم ما بتكمل لي اي عواطف. بعدين حتى لو انا قدمت لها كل شيء يعني كلام عواطف، لو قلت لها انه انا بحبك يعني شو هالشيء يعني ما رح يقدم ولا رح ياخر. عادي ايمن انك بتعرف شيء وانك تسال انك تلاقي حل شيء ثاني. طيب والحل كيف؟ بدك جاريك بالحكي ولا تسمع رأي صديق؟ ببساطة أيمن حاول ما تشوفها، وأنا بأكد لك أنه خلال شهر أكيد بتنساها، بس لا تنسى فريال. وإذا كنت ذكي، إذا كنت ذكي بطريقة غير مباشرة بتخلي فريال تساعدك. عند المشكلة عندي أنا مو عند ريم. ريم ما بتحس تجاهي بنفس الطريقة. المشكلة عندي أنا. بعرف المشكلة عندك، وأنا عم أحكي معك لأنه المشكلة عندك. أنت عندك ضرس منخور بده خلع، من يوم طالع بتصير تفرش أسنانك مشان البقية. أيمن عندك زوجة رائعة، فريال إنسانة عظيمة، دير بالك عليها. عن جد عم أحكي، رجعوا تجددوا نشاطكم مثل الأول، اطلعوا زوروا ناس جداد، تعرفوا على ناس جداد، حاول تلاقي الوميض اللي حسيت فيه أول ما شفتها لأول مرة. صحيح هلأ معكم شوية مصاري، خدها هي والصبايا وطلعوا لكم أسبوعين على البحر. على البحر هلأ بالشتاء؟ أهلين فريال. يا أهلين. شو رأيك؟ راجع شاب ما؟ 10 سنين لورا ما؟ وراجع مو راهق مو شاب.
ليش مراهق؟ شو بني؟ ثياب جديدة وشعر جديد وخمس شعراتك وثيابك، مو شايف حالك انه انت صار هيك تصرفاتك غريبة؟ فريال ليكي في مصاري بالدرج بتاخديهم تشتري ثياب لإلك وللبنات، خلص انتهى الموضوع. قولك ما حدا احسن من حدا، هيك هيك المصاري رايحة بشتري لي شيء قطعة مرتبة. قولتك يلا. بعد شعراتك عن عيونك. ليش شو بهم؟ كتير نازلين. باي باي. الله معك. إلك عندي مفاجأة بتجنن. خير، ما أنت كل مفاجآتك بتجنن صايرة. ليش أبو نسام؟ عم بتشوف مني غير كل خير؟ ما نمزح، احكي قول. اللي لسه بدك مكتب مشان مشروعك اللي بدك تعمله دار نشر؟ طبعا. لقيت شي مناسب؟ غرفة منيحة بنص البلد وبأربعة آلاف ليرة بالشهر. يعني عليك، يعني ليك هالمرة زبطت معك. أوكي، بس يعني في شغلة صغيرة هلا ما بعرف إذا بتناسبك. كنت عارفان، قول شو هي. بده أجرة سنة كاش دفعة واحدة، وهلأ بعدين يعني بالسنة الثانية بصير تدفع الأجار كل أول شهر مثل العادي. أيوة، لا هيك صار بدي حساب. شو نساوي يا سيدي؟ بشوف صاحبك بناخد منه أجرة سنة 40 48 ألف 50 ماشي. يلا غريب هيك وقت بكون بالبيت. كيف هالمرة ما زبطت؟ أنا بلشت خاف بصراحة، بلشت خاف ما بعرف ليش. بعدين المبلغ يلي بقيان معي يا دوب يكفي، رح يخلص. ما بظن في شيء بخوف. غسان من أيام ما كان معنا بالكلية كلمة وكلمة ووعد ووعد، مشان هيك أنا بثق فيه. مع ذلك أنت معك وراء بتثبت حقا. شو راء ومراء؟ يعني نقعد ندخل محاكم ما بعرف شو؟ بعدين هذا صديقك، أنا ما بعرفه، صديقك أنت. لا ينشغل بالك، أنا بشوفه بكرة أو بعد بكرة أتصاحب. ماشي ماشي، ترى على البيت ما هيك؟ أنا عن إذنك عندي شوية شغل. ماشي، شوفك بعدين ونحكي. سلام. سلام. أيمن ما حيكون في وقت، أنا جاي ودعك. بنت خالتي لقيت لي شغل بحلب، وأنا وماما وأخي الصغير مسافرين، يمكن نستقر هنيك. تتركي الشام يعني فينك؟ أيمن أنا بدي أتشكرك على وقتك ومساعدتك، وأنت شخص طيب كتير، ويمكن صعب الواحد يلاقي هلأ بطيبته وأخلاقه. في داعي للشكر، بالعكس، بس نحن كنا موعودين بأشغال كتير ولحد الآن ما صار شيء. هي كلها وعود مثل اللي قبلها واللي قبلها، طبعا أنت ما لك علاقة بهالشيء. أي ما في داعي. ما بدك توصلني؟ لا معلش، أنا حابب أبقى لوحدي شوي. أركض كغزال المسك وهو يعدو في ظل الغابة ثملا، وأضل طريقي وأشرد
أبحث عما ليس في وسعي الظفر به وأظفر بما لا أبحث عنه. ينطلق من قلبي طيف رغبة نفسها، نمر يرقص ويرفرف الوهم البراق، وأحاول الإمساك به ويدعوني ضالا هيمان. أبحث عما ليس في وسعي الظفر به وأظفر بما لا أبحث عنه. أيمن خف، البنات ماتوا من جوع. يلا خلاص قولي نعيمة. نعيمة حط كلونة. ماذا بعدين؟ يعني ما بتحط كلونة غير لما بتطلع من البيت. حط بس خلصت الكلونة. شو عملت؟ صباح الخير بابا. خلصت شنو؟ تعدمك نشوف. صباح الخير بابا. صباح النور. أيمن بدي أحكي معك موضوع. تفضلي. أيمن أنت صحيح بطلت تسهر بالليل بس كل النهار عم تغيب عن البيت، وانا هذا شيء منوب ما بيواتيني. ايه يعني وين بدي يكون يعني؟ بالشغل. وين بدي يكون؟ طول النهار بالشغل. سلي يا اخوكي سامي. بالشغل؟ اكيد. طبعا فريال وين بدي روح؟ ايمن انت من زمان ما عاد كتبت لا شعر ولا قصة، ما هيك؟ يا سلام لهالسؤال اللي بتعرف جوابه، ما هيك؟ طب ليك باختصار شديد، في عندي فكرة قصة كتير حلوة وحبك انت تكتبها. الفكرة فكرتي بس الصيغة والأسلوب من عندك، شو رأيك؟ نكمل؟ عم بسمعك. طيب القصة بتحكي عن اثنين أخوي كبار بالعمر، اللي هن جدي وأخوه ما غيرهم. هدول بيعمروا بيتين جنب بعض وبيسكنوا فيهم. بعد فترة جدي بياخد أسرته وبينزلوا على الشام. بيصيروا خلال هال يعني 10 سنين 15 سنة بيصيروا يترددوا على بيتهم، وإنما شو زيارات وبس. اللي صار انه بعد فترة طويلة بيت جدي شقق، او بمعنى تاني ما عاد ينفع، بينما بيت اخوه ضل تمام خزيت العين. ليش بدك يعني اكتبها؟ قصة بتجنن، اكتبها انت، ليش بدك اي حدا يكتبها؟ ايمن انت عم تشوف لي مشي؟ ليش عم تسأل؟ يعني شو جاب على بالك؟ هلا راحت. شو راحت؟ حلم منتهى. ريم بنت زكية ولماحة قالت لي لقيت شغل بحلب ورح تستقر هنيك. ما بعرف إذا كان صحيح ولا مجرد حل لكل شيء. يمكن الحل الثاني. زعلان لأنه هيك عملت؟ لا لا بالعكس أبدا. ريم صديقة وبحترمها كأخت. أنا احترمتها كتير لما يعني صار هالشي بيناتنا. أنت بتعرف احترمتها كتير. قلت لي بدك تكتب قصة. إيه غسان شوفي شغلتني، احكي بقى وهي طلعنا لبرا. امبارح لما جيت أنت وأيمن لعندي على البيت أنا كنت بالبيت. كتر خيرك. ليش ما استقبلتنا؟ أنا بمشكلة كبيرة يا سامر، ما بعرف كيف بدي حلها. وشو المشكلة؟ في واحد نصب علي، ما بعرف كيف قدر يضحك علي وخلاني شاركه. ولما رحت سألت عنه بالبيت قالوا لي انه ماسكيته الشرطة بتهمة النصب والاحتيال وهلأ هو بالسجن. والعمل هلأ شو؟ يعني طار مصاري ايمن؟ طار كل شيء. شو بدك تعمل هلأ؟ يعني كيف بدك ترجع له المصاري لايمن؟ انت هيك بتورطني مع زوج اختي ها؟ شو بدي اقول لهم؟ رفيقي طلع نصاب؟ سامر لا تزيد علي، أنا رح رجع كل شيء. أنا هلأ عم بحكي لك كصديق لتساعدني مو لتتهمني. عكلنا امرقوا لعندي اليوم أو بكرة وخدوا كل شيء في لوحات، بس مشان المصاري قل له يستنى شوي. يعني أخذت مصاري بترجع لوحات ألوان وقماش؟ حلو. بابا أهلين. خير؟ شو في؟ ولا شيء، ما في شيء، خلص ما في شيء. خير سامير؟
طلع نصاب ما هيك؟ لا مو نصاب، يعني صار معه حادث. اختي والله ماني عارف شو بدي اقول لك. انت السبب، ورطتني مع شخص تافه وحرام وحقير كله منك. بس انا كنت رايد لكم الخير، فريال لا تطلع فيني هيك. بعدين انا ما جبرته، انا عرفته عليه وبس، فلا تحملوني ذنب اللي صار. يعني لو كنتوا ربحتوا ما كنتوا قسمتوني. فريال انا ما غلط. شبك انت من اول ما اجيت لعندي وانت عم تتنهد وتنفخ، شو اللي صاير لك؟ شو في؟ انا غليظ ما، انا اسف كثير يا مهند، ما كان لازم اجي لعندك وانا بهالحاله. اسمع لك ايمن، انا بدي اياك تحكي تفضفض، وانت فعلا غليظ لانك عم تفكر بهالطريقه. لكن لشو الاصدقاء والاصحاب والرفقه؟ يا رجل وقت البسط والفرح بتلاقي ألف شريك وألف مجامل، استعد وقت القحط والياباس ما بتلاقي حدا. لك ايمن صار كتير صعب بهالايام انك تلاقي مين يسمعك منيح، دانه تكون معك، قلبه يلهف لك. واذا لقيت فعلا بده يكون صديق معجون بعشرة ايام وسنين قديمه. مهند ضاع كل شيء، المصاري والمشروع كل شيء ضاع، ما بعرف شو بدي اقول عنه. نصاب حرامي ولا هيك ظروفه صعبه؟ شو بدي اقول لاهلي؟ شو بدي اقول لاخي؟ ايه بسيطه، اذا شالت المصاري بسيطه كتير، ولا تهتم، المصاري بتروح وبترجع. انا كنت فكرها شغله كبيره. لكن صحيح المصاري مهمه كتير بحياتنا، بس كمان ابتسامه بنتك الصبح هي فايقه بتسوى كتير. ولا ما بتسوى؟ بتسوى طبعا بتسوى. مهند انا ما بلوم حدا، انا بلوم نفسي بس. هي لحظه ضعف توافقت مع لحظه كسل وبلاده، بعدين اهلي ما فهموا علي. وانت بتعرف انت كنت عم تحكي صح، بس لا تلوم حدا. ليك انا ما بدي لومك انت شخصيا، بس انت فكرت بطريقه ما بتناسبك ولا بتناسب طبيعتك كشخص. هلا ان شاء الله نفكر انه كل واحد صار معه قرشين بيقدر يشتغل بالتجاره، مو صحيح هالكلام. التجاره بدها مخ تجاري، وهذا هو راس المال الحقيقي. بعدين بتيجي المصاري وسيله. بتعرف انه في تجار بيعملوا صفقات بالملايين وما في بجيبتهم 1000 ليره؟ بس انا مو قصدي تاجر ولا صير تاجر على الاطلاق، انا كنت بدي اعمل مشروع ثقافي. بس يرد لي المصاري. يعني هلا المشروع انتهى ونحن عم نحكي، يعني هيك حكي. انا متذكر شو حكينا، متذكر الكلام تماما. انت فكرت بمشروع ما بتناسب مع امكانياتك، انا بقصد ماديا تحديدا. انت بتنفع تشتغل بشي دار نشر، تحدد مدى اهميه هذا الكتاب او هاد، وما يكون لك علاقه بالنواحي الماديه على الاطلاق، لانه فورا بتخسر. فعلا يا اخي انا بخسر اكبر شركه تجاريه في العالم اذا بيعطوني مثلا. لو انت فكرت بشكل عملي وما خليت خيالك يشطح كتير، كنت بهالمصاري هدول بتفتح محل عندك بالحاره، مكتبه تحط فيها شويه كتب، شويه موسيقى، اشرطه اللي هو، طلع منه قرشين نضاف يعني جنب راتبك، كنت نمشي الحال. وبعدين بتضل بنفس أجواءك، كتب وموسيقى وخلينا نقول زبائن مثقفين. معقول أنت وبتقلي صديق؟ ليش ما قلت لي من الأول؟ لك هاي ما كانت خاطرة على بالي نهائيا. هيك فكرة بتعجبك هلأ بهذا الظرف، بس بهذاك الوقت ما كانت رح تعجبك بالمرة، أكيد أنا متأكد من هالشي. وكنت رح تقلي سخيفة وما بتناسب طموحي. بعدين انت ما سألتني. على كل ما صار شيء نقدر نعملها هلا. روح انت دبر محل واتفق مع صاحبه على النسبة وانا بتكفل بالباقي. عم تحكي عن جد؟ قال لي ممكن يعطيك 50,000 هلا، والباقي بدك تنتظر لك شوي، يا بيعطيك اياه عن تقسيط. تقسيط تقسيط. وين رايح؟ شو بك خلصني المدخل من هون. شو بك شو صار لك؟ ليش جيت لهون؟ أنا بيان هون، أنا بيان شوي، إذا بدك طلع طلع.
حالك ما بعرف انت ممكن بس اللي شوفي بعدين هو بده يشوفك انت بالذات في شيء ممكن يحكي لك اياه طلع قدامك منيح شايف المساحه انا هون ممكن اعمل صالون بيطير العقل تعال معي وهو بالنص غرفة نوم للبنات روعة حلو هون مكتبة ممكن تخدم المنطقة كلها صح؟ صح هلا واقف هون وعم تحسب وبتخطط بهيك شغلة؟ فاللي بشوفك شو بده يقول؟ فيها تايه يا مقطوع اخي امشي اطلع لفوق غسان في عنده اخبار يمكن تسرك كثير اطلع اكثر من هيك رفيف مو بالصف الثاني؟ بلى ايوه طيب معقول يعني لهلا ما علمون الحرف؟ شو كانوا عم يسووا بالصف الاول؟ بيعلمون اناشيد واحرف واغاني كل شيء ها؟ لا سلام انا طالع بجنن روعه طالع بجنن تحت ليلتك ناقصه شوية سكر اه مو مشكلة هاتي طعمته شوي كازمة لا قاعد هون ده بس اجيب السكينة يا حبيبي يا حلوين تيدا ديدا وحشتوني كيكا يا ربي هاي حطي السنية حطي لي هاي هون ايمان تعرف شغلي حاسة حالي أنا وياك كأنه هيك راجعين عرسان أنت كتير متغير راجع طيوب هيك وكتير صاير حنون أنا يا فريال طول عمري طيوب وحنون تعرف أيمن أنا لولا ثقتي فيك كنت قلت في وحدة تانية غيري بعيونك بعيوني أنا يا فريال ما في غيرك أنت والبنات رفيف وحنون يلا لازم نلبس مشان نروح زيارة لبيت أهلي وبيت أهلك بعدين بدنا نزور رفيقي علاء نعمة ليش نزوره؟ لأنه مرته جابت صبي واشترى بيته سيارة بيته سيارة؟ منه كل المصاري؟ كاتب بيكتب ايه نروح نزوره بشلنا ناخذهم معنا ناخذهم اللوحة يا فريال اللوحة؟ لوحة ناخذ لهم اياهم لحظة لا قربي مامي هدي قربي كلي كلي لا تنهي لأمي عن أذن تعال بقى شوية تعال شوية عشان يعني خدي فريال لفيها الفراق عذبا لا تدعه يصبح موتا بل تتمه ليصير الحب إلى ذكرى ولينقلب الألم إلى أغنيات ليتناهى الرفيف في السماء إلى انطواء الأجنحة حول العشق لتكن آخر لمسة من يديك رقيقة كزهرة الليل توقفي أيتها النهاية الرائعة لحظة واذكري في صمت كلماتك الأخيرة إني أتمنى ذلك وأرفع سراجي لأنير لك الطريق.